مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. برحب بحضراتكم، وخلاص وقت قليل قوي بيفصلنا عن مباراة نهائي قرن الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حلم بنحلم بيه كلنا بقالنا فترة كبيرة. طبعا بنتمنى البطولة أهلوية. في حالة من الحماس، حالة من الخوف، من القلق، في إشاعات كتير بتحصل، ولكن اللي احنا كلنا متفقين عليه الفترة دي، غير ان احنا واثقين في لعبتنا وفي جهازنا الفني، ان احنا محظوظين كلنا، ان احنا جزء من الحدث التاريخي ده، ان احنا جزء من المباراة التاريخية دي. كلنا بتكلم على لعيبة، على جهاز فني، على جماهير، علينا كإعلاميين. ونتمنى ان احنا نكون ان شاء الله بنبارك لحضراتكم يوم الجمعة بإذن الله الفوز بالتاسعة ان شاء الله في دوري أبطال أفريقيا. وجبنا كمان انه في الوقت ده في قلق كتير وإشاعات كتير، إن احنا دايما نطمن حضراتكم ونقول لكم كل الأخبار طبعا السليمة والأساسية من طبعا قناة الأهلي، وهو ده واجبنا. اللي حصل إنه مسحة طبعا لعيبة الأهلي في المعسكر سلبية، الحمد لله كل اللعيبة جت نتيجة مسحة فيروس كورونا سلبية، ولكن مسحة الكاف هتكون بكرة الصبح إن شاء الله. بنتمنى السلامة لكل اللعيبة، ما يكونش في أي لاعب إيجابي أبدا، وبنتمنى الشفاء لكل المصابين طبعا. مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الخير يا سارة، ومساء الخير على كل أهلاوية اللي بيتابعونا. زي ما قالت سارة، يعني بكرة الخبر اليقين، عشان كلام كتير جدا بيتقال وإشاعات كتيرة جدا على لعيبة الفرقتين الحقيقة، مش بس على لعيبة الأهلي. فبكرة المسحة بتاعت الاتحاد الأفريقي يبان بعدها حالة اللاعبين ومين هيكون مسموح له المشاركة في المباراة ومين هيتم استبعاده. ونتمنى السلامة للجميع، مش بس لعيبة الأهلي، ونتمنى كمان السلامة للعيبة الزمالك. عندنا كهربا، عندنا وليد، عندنا صالح، وبرضو هيعملوا مسحة وهنطمن عليهم في المسحة الرسمية، خليني أقول، من الاتحاد الأفريقي. وبالنسبة للاتحاد الأفريقي، في كلام كتير جدا على أسماء الحكام اللي هيتم تعيينها لإدارة المباراة. حتى اللحظة، خليني أقول لحضراتكم بشكل رسمي، حتى اللحظة اتحاد أو لجنة الحكام في تبع الاتحاد الأفريقي لم تعلن عن أسماء الحكم اللي هيدير اللقاء. بكرة إن شاء الله هيكون في اجتماع للجنة حكام الاتحاد الأفريقي. وبالمناسبة خليني أقول لحضراتكم، في النهاردة وإحنا بنقابل حضراتكم دلوقتي في مصر، في معسكر بقاله فترة شغال، في 25 حكم من حكام الصفوة في القارة الأفريقية. من ال 25 اسم دول هيتم اختيار طاقم التحكيم، حكم الساحة ومعاونيه، وهيتم أيضا اختيار طاقم تحكيم الفار. وحتى اللحظة لم يتم الإعلان، عشان أقول لحضراتكم برضو المعلومة تبقى دقيقة، حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن طاقم التحكيم المسؤول عن إدارة نهائي دوري أبطال أفريقيا. خليني برضو أقول لحضراتكم وأطمنكم على الفرقة، الفريق نادي الأهلي طبعا اتكلمنا عن حاله التركيز واتكلمنا عن المعنويات العاليه، لكن خليني برضو عشان في اخبار كثيره جدا متعلقه بالفرقه وبالتشكيل الاساسي وباستعدادات الفرقه والى اخره، حتى اللحظه في سياج تام من السريه فرضوا جهاز الكوره على تدريبات الفريق اللي حتى بتتلعب داخل النادي الاهلي، داخل جدران النادي الاهلي، داخل ملعب التتش، غير مسموح بمتابعتها على الاطلاق. وبالمناسبه الاهلي هيتمرن النهارده وبكره ان شاء الله على ملعب التتش، وبعد كده يوم الخميس هيكون التمرين الاساسي ان شاء الله على ملعب استاد القاهره، وهو نفس اليوم اللي هيكون فيه الاجتماع الفني الخاص بالاتفاق على كل تفاصيل المباراه بما فيها الحضور الجماهيري اللي احنا مش عارفين يا ساره. يعني احنا من يومين سمعنا 5 و5، النهارده بنسمع 1000 و1000، لكن الشكل الرسمي او المعلومه الرسميه من النادي الاهلي، واحنا بنتكلم بلسان النادي الاهلي، انه حتى اللحظه لم يتم ابلاغ النادي الاهلي بحضور اي جماهير من الفريقين للمباراه، سواء ده من خلال الكاف او من خلال وزاره الشباب والرياضه، وحتى اللحظه مفيش جماهير. يعني احنا بنسمع كلام على انه احتمال يبقى في 1000 و1000 من كل نادي، لكن حتى اللحظه احنا بنتكلم بشكل رسمي، حتى اللحظه لم يتم اختار او ابلاغ اداره النادي الاهلي باي حضور جماهيري لمباراه نهائي دوري الابطال. ان احنا ناكد للمشاهدين وللاهلاويه كلهم يا احمد، انه اي حاله من حالات القلق اللي بتحصل او الاشاعات اللي بتحصل، في ناس ما نامتش يا احمد من امبارح شناوي كورونا كورونا، اشاعات بتحصل بس علشان يبقى في قلق، يبقى في مشاكل في معسكر الاهلي، ده كله مش واصل للعيبه زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده. اللعيبه في حاله من التركيز والانضباط والثقه الكبيره قوي قبل مباراه نهائي افريقيا. يعني خلينا نقول كده، هو جو التوتر ده بيحب يعيشه الناس، او احنا طبعا قدام ماتش مهم جدا، الناس كلها مستنيه الماتش ده. خليني اقول لك، من شهر فات، يعني من النادر انه يبقى في مباراه مهمه الناس بتستناها قبلها بشهر.
وعايز اقول لك انه حتى الحديث بعد المباراه ما تنتهي ولكن هيستمر. ولكن لا مجال للاشاعات يا احمد، يعني في توتر، لازم يكون في توتر، بس فكره مش هتقدري اشاعات مش هتقدري يعني حتى في خدي بالك، زي ما في منافسه بين الفرقتين في منافسه بين الجمهورين طبعا، وبالتالي كل جمهور بيحاول يقلل من الروح المعنويه او يصدر حاله توتر للجمهور الثاني، فما فيش مانع انه تسمعي اشاعه على لعيب من الفرقه دي وتسمعي اشاعه ثانيه على لعيب من الفرقه دي، وده امر وارد. لكن في جميع الاحوال انا ما بحبش فكره اطلاق الاشاعات على حاجه تخص المرض او الموت، يعني الموضوع ده بالنسبه لي بيبقى ليه حساسيه، واعتقد عند كل اي حد عنده يعني مشاعر انسانيه ما اعتقدش انه يجب انه يتم اطلاق اشاعات في الحتتين دول. وده ضمن ان احنا لما يبقى في قلق في صفوف جماهير النادي الاهلي ان احنا ناكد لهم الخبر او ننفيه. طبعا خلينا بقى نبتدي مع حضراتكم، معانا تفاصيل طبعا كثيره جدا، منها حاجات متعلقه بفريق نادي الاهلي واستعداداته لنهائي دوري الابطال، بس خلينا نبتدي الحلقه مع حضراتكم باهم العناوين والاخبار. الأهلي يتدرب بتتش اليوم وغدا على استاد القاهرة الخميس. سلبية مسحة لاعبي الأهلي في معسكره المغلق. وزير الرياضة يعلن إقامة النهائي الإفريقي بدون جمهور. صلاح أطمح للفوز بدوري الأبطال والبريمير ليج في موسم واحد. ليفربول يرحب بعودة الجماهير للمدرجات بالبريمير ليج. السيتي يجهز عرضا ضخما لضم ميسي الصيف في فترة الصيف أو في انتقالات الصيف لمدة 10 سنوات. مرة ثانية أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا متأكد أنه الناس من النهاردة بتسأل نفسها التشكيل هيكون إيه، طريقة اللعبة هتبقى إزاي، كله قلقان على المباراة وكله بيفكر في المباراة كأنه في مكان موسيماني تحديد. بس عشان برضو نحسم الأمور بشكل كبير ونريح نفسنا ونريح لاعبتنا وجهازنا الفني من الضغط، بالتاكيد مستر موسيماني هيلعب بافضل 11 ورقه موجوده قدامه، يعني بصرف النظر بقى عن مين هيغيب عن المباراه، مين لا قدر الله مصاب بكورونا، مين مش موجود مع الفرقه، مستر موسيماني بالتاكيد شايف الاوراق بتاعه النادي الاهلي، وانت الحمد لله فرقتك كلها نجوم يعني، وفي اللحظه اللي بنحتاجها حتى اللعيب اللي ممكن يبقى بعيد شويه عن مستواه او الجمهور ما كانش راضي عليه في ماتش ولا ماتشين بيجي في ماتش تاني وهو اللي بيكسبك، فانت عندك قائمتك كلها وكل الرجاله اللي لابسه تيشيرت نادي الاهلي كلهم نجوم كبار جدا، وبالتالي مستر موسيماني هيختار افضل 11 لعيب جاهز يقدروا ينفذوا طريقه اللعب ويقدروا يكونوا جاهزين بدنيا وفنيا ومهاريا عشان يلعبوا المباراه. ده من ناحيه، الناحيه الثانيه تطمن اكتر ان شاء الله باذن الله، وده برده واحده من الحاجات اللي مطمناني، انه روح الاهلي روح التيشيرت روح الفانيله الحمراء دايما بتطلع في الماتشات الكبيره، وده اعتقد يمكن يكون اكبر ماتش في السيزون ده، فانا رهاني ان شاء الله على رجاله الاهلي كبير جدا، واملنا ان شاء الله وثقتنا فيهم ان شاء الله كبيره. وده مش كافي، في مجهود كبير جدا بيتبذل، في حاله تركيز شديده جدا من لعيبه النادي الاهلي ومن الجهاز الفني عشان ان شاء الله يكونوا جاهزين ليوم اللقاء. في ثقه كبيره يا احمد في موسيماني، يعني كل الجماهير واثقه في موسيماني بشكل كبير، واثقه في المدرب او المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، وشايفين قد ايه هو زي ما بنقول دايما ما بيسيبش اي تفصيله لا صغيره ولا كبيره، يعني معانا محلل اداء على اكبر قدر يعني من الاحترافيه، وقادر ان هو يدرس كويس قوي الفريق الخصم ويشوف نقاط القوه والضعف علشان نقدر ندخل المباراه دي باحسن شكل عندنا. موسيماني مكسب كبير جدا بصرف النظر برضه عشان نحط الامور في نصابها الصحيح، يعني زي ما بيقولوا موسيماني مكسب كبير جدا النادي الاهلي بصرف النظر عن نتيجه المباراه دي، يعني ان شاء الله باذن الله اتمنىها مكسب يعمل البصمات دي وتبان البصمات دي حقيقي، بس عشان ما يتظلمش الراجل أكيد. عشان الناس ما تحطش على كتافه بس هو مسؤوليه المباراه، انا بيتهيالي انه موسيماني كقدرات وكامكانيات اعتقد مدرب مؤهل جدا ويصلح جدا انه يتولى مسؤولية النادي الأهلي لسنوات قادمة، وأتمنى أنها تكون قصة نجاح، وأتمنى تكون رؤيتي في الحتة دي يعني سليمة، أنه الراجل ده قادر على تكرار مشوار جوزيه مع النادي الأهلي، حبه وانتمائه للنادي، إمكانياته الفنية ورؤيته وخبرته الطويلة جدا مع الكرة الأفريقية تؤهله لتكرار المسيرة الناجحة دي، فما فيش داعي بس عشان برضو الراجل ايه ما نحطش عليه ضغط فوق طاقته، ده ملوش علاقه تماما بنتيجه المباراه سواء كانت مكسب ونتمناها مكسب ان شاء الله، او لا قدر الله في اسوأ الاحوال كانت خساره، وده طبعا اللي ما نتمناه ان شاء الله إن شاء تكون الله. مكسب لينا. ونروح برضو الموسيماني، يعني الجهاز الفني الفريق الاول بكره القدم بالنادي الاهلي بقياده الجنوب افريقي فيتسو موسيماني
قرر ان هو يستكمل تدريبات الفريق على ملعب مختار التتش بالجزيره النهارده وبكره زي ما قلنا لحضراتكم. جه القرار ده بعد حاله الغلق الاعلامي لتدريبات الفريق، وطبعا ما فيش انه اي حد يقدر يطلع على اي حاجه ليها علاقه بمعسكر الفريق، خاصه ان ملعب التتش بيتم اغلاقه بستاير تمنع اي حد ان هو يشوف ايه اللي بيحصل في التدريب. زي ما حضراتكم عارفين انه المفروض النادي الاهلي هيخوض تدريبه يوم الخميس اللي جاي على ملعب استاد القاهره، استعدادا طبعا لمواجهه الزمالك بنهائي دوري ابطال افريقيا يوم الجمعه ان شاء الله. نروح لنتيجه المسحه يا ساره، والحقيقه يمكن النهارده ظهرت نتيجه المسحه الطبيه الخاصه بالكشف على فيروس كورونا اللي خضع عليها لاعيبه الاهلي في الساعات البسيطه الاخيره يعني. والحقيقه الحمد لله نتيجه العينه بالنسبه لجميع اللاعبين جت سلبيه. نتيجه المسحه الطبيه اثبتت عدم وجود اي اصابات جديده بفيروس كورونا بين صفوف الفريق، وبعد طبعا ما تم الاعلان عن 5 اصابات في الايام الماضيه. الاهلي يمكن اعلن عن اصابه كهربا، صالح جمعه، احمد ياسر ريان، محمد شريف بفيروس كورونا، قبل ما يتم الاعلان كمان عن اصابه وليد سليمان بعد ساعات من مشارك في ماتش ابو قير الاسمده اللي كان في كاس مصر. نتمنى السلامه طبعا للجميع. اكيد، وطبعا زي ما قلنا لحضراتكم مسحه الكاف يعني الرسميه بقى بكره ان شاء الله، ونتمنى تبقى كل النتائج سلبيه. مهم جدا موضوع الجماهير وشاغل الناس جدا. دكتور اشرف صبحي اخر حاجه اتقالت طبعا وزير الشباب والرياضه قال النهارده ان مباراه الاهلي والزمالك المقرر ليها يوم الجمعه اللي جايه في نهائي دوري ابطال افريقيا هتقام بدون حضور جماهيري، وده كان في فعاليات ندوه نبذ التعصب جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. قال كمان ان نهائي افريقيا طبعا هيكون لاول مره بين ناديين مصريين، وقال ان اداره الكره في مصر نجحت ان هي تنقل المباراه لاستاد القاهره بسبب تداعيات فيروس كورونا، وبعد اتفاق اتحاد الكوره مع نظيره الافريقي مش هتحضر جماهير المباراه، لكن المباراه طبعا هتم اذاعتها ارضيا ومش هيتم غلق المقاهي زي ما كان بيتقال الايام اللي فاتت، لا مفيش غلق المقاهي يوم المباراه. شاغل جدا الناس موضوع الحضور الجماهيري، ودايما لما بقول احنا كلنا فخورين ان احنا نكون جزء من الحدث ده، اكيد نفسنا ان احنا نبان قدام العالم كله بشكل حضاري ويكون في جماهير من الفرقتين، واكيد حضور الجماهير يا احمد بيبقى بيدي روح اكتر للمباراه، ده كلام ما فيهوش شك. ولكن يعني انا هسالك برضو عن رايك، بس لو فكره كورونا وانه الفيروس زي ما في يعني ناس بتقول ممكن يكون في موجه ثانيه او كده، اكيد سلامتنا اولا يعني. ده مهم جدا برضه. انا متفق معاكي في دي، ومش بس فيما يتعلق بالحضور الجماهيري في المدرجات في الاستاد، لكن انا كمان هو خدي بالك اليوم ده هتلاقي اليوم ده بيحب اللمه زي ما بيقولوا، ومن قبل الماتش بساعتين ثلاثه هتلاقي الاصحاب متجمعين، وهتلاقي العائلات يعني لسه مش عارف بصراحه بس يعني ممكن اتفرج في القناه هنا، ممكن لو يعني في امكانيه وفتحوا، لانه انا لغايه اخر لحظه شايف انه موضوع الجمهور ده ممكن يبقى قابل يبقى فيه استجابه يعني. نتمنى ان كلنا نروح الاستاد، فنتمنى يبقى في الاستاد طبعا، بس ممكن مع العيله وممكن مع الاصدقاء، بس في جميع الاحوال هيبقى يوم لمه، يوم ناس هتتبسط فيه، يوم ما بيتنسيش يعني. يوم الجمعه اللي جاي ده هيبقى من الايام اللي هتقعد في الذاكره لسنين جايه طويله جدا. نتمنى ان شاء الله باذن الله يكون فرحه لونها احمر ويكون اهلاويه، بس انا مع خلي بال حضراتكم لانه الايام اللي احنا فيها صعبه جدا، وايا كان التجمع فين، في بيت، في نادي، في ملعب، في ساحه شعبيه، في قهوه، في كافيه، يعني ايا كان مكان التجمع سلامتكم اولا، خدوا بالكم لانه اليومين دول في انتشار في العالم كله مش بس في مصر لفيروس كورونا، ونتمنى طبعا السلامه للجميع. نروح للمو صلاح. محمد صلاح، محمد صلاح الحقيقه لاعب ليفربول الانجليزي قال في لقاء يمكن يا ساره انه عنده طموح. احنا عارفين طبعا ان هو السيزون اللي قبل اللي فات فاز بالتشامبيونز ليج، السيزون اللي فات فاز بالبريمير ليج، قال بقى انه السنه دي عنده طموح انه يحقق الاثنين مع بعض، يفوز بدوري ابطال اوروبا ويفوز بالدوري الانجليزي في نفس الموسم. صلاح اللي تعافى من فيروس كورونا مؤخرا اللي تعرض ليه طبعا خلال تواجده مع منتخب مصر، واللي بسبب اصابته ما شاركش في الماتشين بتوع توجو، والحقيقه ده يمكن كان سبب ازمه بشكل كبير لفريق ليفربول. اتكلم على انه بيسمع انتقادات كتير جدا، وحتى رغم غيابه عن ماتش ليفربول ضد ليستر سيتي في الجوله 9 في بريمير ليج، قال انه بيسمع في اوقات كتير
او سالوه عن الانتقادات اللي بتوجه ليه، او سالوه على انه مره بيبقى كويس ومره بيبقى مش في نفس الفورمه، يعني قال لهم ده طبيعي، يعني ده طبيعي جدا، اي حد في مكانه وفي مركزه هيتعرض للانتقادات. لا هو اهم حاجه عجبتني او اهم جمله عجبتني في رد صلاح انه هو ما بيلتفتش للانتقادات دي طبعا. بيسمعها سواء كانت ايجابيه او سلبيه، بس اهم حاجه ان هو يكون على يقين ان هو دايما بيعمل المطلوب منه او يعمل الدور اللي عليه، ومش مطلوب منه حاجه اكتر من كده، وهو راضي دايما عن اللي هو بيقدمه. ساعات كتير يا احمد بفكر هو قد ايه ممكن لاعب كوره يتعرض لانتقادات كتير قوي وبعد كده يقدر يفوق ويرجع تاني، وكنا يمكن بنتكلم على النني في ارسنال، جت فتره اتعرض الانتقادات كتير قوي ودلوقتي شوف النني عامل ازاي في ارسنال، يعني حقيقي. انت ايه رايك في التغيير اللي حصل له ده؟ جزء كبير جدا من او ضريبه من ضرائب الشهره اللي بتدفعيها هو الضغط الجماهيري، ما دام قبلتي انك تتحطي تحت الاضواء، وما دام قبلتي انك تتحطي في مكان انك تكوني نجمه وانه الجماهير تبقى بتحبك وبتتابعك. بس في ناس ممكن ما تعرفش تتعامل مع ده، دي يعني دي قدرات شخصيه بقى، بس انا اعتقد انه لابد ان كل واحد يعرف ازاي يتعامل مع الضغط الجماهيري، ويعرف كمان ازاي يتقبل الانتقادات، ويعرف انه في اوقات لابد انه يوجه. يعني انا لما كنت بكلمك مثلا على انه النني مع الارسنال غير النني مع منتخب مصر، انا مش هدفي هنا ان انا اجرح او اقلل من شان النني، بس هو غيره على المنتخب ورؤيتي في انه النني عنده قدرات كبيره جدا، من الممكن انه بصمته تبان بشكل اكبر مع منتخب مصر. أكيد. ففي فرق كبير جدا بين النقد بسبب اللي دافع فيه الهجوم، وبين النقد اللي هدفه انه يكون بناء، انه ياخدنا ويحركنا. وبيتهيالي كمان العقليات المحترفه يا ساره، يعني الناس اللي لعبت في الدوري الانجليزي وتعاملت مع وسائل الاعلام وتعاملت مع ضغوط جماهيريه هناك، احنا بنتكلم على ليفل تاني طبعا، عندها قدره اكبر بشكل كبير على التعامل مع الانواع دي من الضغوط. عندك حق في ده طبعا، وبيساعدنا جدا ان احنا نشوف اي لاعب لما يتعرض لانتقادات كتير ممكن تهد اي حد، ممكن تخلي حد مثلا يبطل كوره من كتر ما بيبقى الضغط صعب جدا، ان احنا نشوفه بيرجع تاني وبيتالق تاني في الملعب ايا كان في اي فريق، لانه اصعب حاجه في انه شخص يتعرض لهجوم كبير قوي في مجال عمله ايا كان ايه هو مجال العمل. بمناسبه بقى الكلام على الجماهير، نروح لنادي ليفربول الانجليزي اللي رحب باعلان الحكومه بشان عوده الجماهير للملاعب الفتره اللي جايه. النادي يمكن اصدر بيان على موقعه الرسمي النهارده قال بنرحب بالجماهير للملاعب وبنتطلع لاستقبالهم مره ثانيه لما يكون ده امنا، وقال ان احنا هنواصل العمل مع الشرطه ومجلس مدينه ليفربول من اجل وضع احدث الارشادات الصحيه طبعا والعمليه الاكثر فاعليه للعوده الامنه للجماهير. يمكن كانت جماهير كرة القدم يعني تلقت الأخبار اللي انتظروها لشهور كتير بإعادة فتح الملاعب طبعا اعتبارا من 2 ديسمبر اللي جاي لما يتم تخفيف الإغلاق طبعا الحالي في إنجلترا. النادي الإنجليزي بينتظر طبعا التأكيد على المستوى اللي هيتم وضع مدينة ليفربول فيه ومواصلة العمل من خلال خططهم، وهيتم كمان الإعلان إعلان المزيد من عن الموضوع ده في الوقت طبعا المناسب. يمكن كان كمان خلينا أقول لحضراتكم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن أنه الشهر اللي جاي هيكون موعد عودة الجماهير لحضور الأحداث الرياضية في البلاد، يعني في إنجلترا بما فيها طبعا الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكن كانت الجماهير غابت أحمد يعني من شهر مارس اللي فات عن المدرجات. هي كرة فقدت جزء كبير جدا من طعمها وجزء كبير جدا من متعتها وحلاوتها بسبب غياب الجماهير طبعاً. وكل البطولات وكل النجوم، يعني احنا يعني ما فيش اكبر طبعا ولا اهم مثلا من بطوله زي الشامبيونز ليج الاوروبيه، كم كبير جدا من النجوم، انديه من العيار الثقيل فقدنا الاستمتاع بيها الموسم ده بسبب غياب الجمهور، رغم وجود نفس الاسماء ونفس اللعيبه النجوم الكبار والمنافسه القويه والى اخره، لكن فقدت البطوله حلاوتها ورونقها وطعمها بسبب غياب الجمهور عن المدرجات. ونتمنى ان شاء الله ان الازمه دي يعني تعدي بقى ونرجع نستعيد. في اوقات كتير جدا بنبقى مش حاسين بالنعمه، يعني مش مقدرين انه يعني ايه طبيعي جمهور موجود في المدرجات، نعمه كبيره جدا افتقدناها بسبب فيروس صغير جدا اسمه كورونا. ومناسبه ليفربول عايز اقول لحضراتكم معلومه، يمكن بعض المصادر هي لسه طبعا ما تحولتش لخبر رسمي او تم الاعلان عنها بشكل رسمي يا ساره، لكن في كلام بيقول انه ليفربول احتمال كبير جدا يبيع محمد صلاح. انا اتصدمت لما سمعت يعني ده خبر او ده اتجاه، فاوقات طبعا بيبقى الاخبار اللي من النوع ده اخبار سياسيه هدفها جس نبض طبعًا. الجمهور او تحويل الانظار على خبر تاني او صفقه تانية، لكن الكلام ده انا اعتقد الخسرن. هو 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 ليفربول لو باع صلاح هيكسب من وراه فلوس كتير جدا، وده بقيه الخبر تاني كتير.
لانه هيجيب بيفكر ان هو يجيب كيليان امبابي، ومبابي طبعا لعيب برضو من العيار الثقيل، بس هتكون ايه وجهه المو في الوقت ده؟ اعتقد انها هتكون بعيده تماما زي ما حضراتكم شايفين كده على عهده الميرر الانجليزيه، انه احتمال كبير جدا انه ليفربول يبيع محمد صلاح عشان يستقدم امبابي. طب لو هيبيع صلاح انت تحب تشوفي صلاح فين؟ مش هحب اشوفه في ريال مدريد، يعني الناس كلها يمكن بتقول ريال مدريد، انت عارف انا ما بشجعش ريال مدريد، مش عارفه يعني انا بالنسبه لي ان صلاح اصلا طب دوري انجليزي الاول ولا لا يفضل دوري انجليزي، ممكن بقى مان سيتي، بس مفيش مكان هناك. انا عايز اقول لك انه لو مان سيتي هتبقى نقله صعبه جدا، وهتبقى اصعب على جمهور ليفربول. ان خدي بالك لما لعيب بيرتبط بجمهور نادي بيبقى صعب قوي على نفس الجمهور ده ان يشوف لعيبه اللي كان مفضل او النجم اللي كان بيحبه في يوم من الايام بيلعب ضد فرقته. دي كانت مشكلتنا مثلا مع حد زي رمضان، يعني ما كانش عندنا مانع خالص ان رمضان يطلع يلعب بره، وكنا هنحبه ونتمنى له ينجح وهنتابعه وهنفضل ونتمنى يرجع في يوم من الايام النادي الاهلي. لكن فكرتك انت تسيب فرقتك اللي انت انتميت ليها وجمهورك. ايوه، بس انت لو النادي هو اللي بيفكر يبيعك، ما هو انت هتعمل ايه؟ بالعكس يعني انا هبقى حابه بقى ان انا اشوف صلاح في المان سيتي مثلا وبيجيب اهداف في ليفربول، يعني ما هو اللي باع. انا عايز اقول لك انه المان سيتي بيفكر اساسا كده. بيفكر يجيب ميسي، وقدم عرض ليونيل ميسي. يعني انا كنت بقول لك ميسي قدامه سنه ولا سنتين، مان سيتي مقدم عرض ليو ميسي مدته 10 سنين علشان جوارديولا. ميسي لو مع جوارديولا احنا هنشوف حاجه تانية طبعا، بس المو مع ميسي فريق واحد بيتهيألي تبقى قصه كبيره جدا. على كل الاحوال فقراتنا في السادسه متواصله مع حضراتكم، بس تعالوا نروح فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره تانية. نتكلم شويه بقى على فكره ايه قصه بدايه البطوله المفضله للاهلي، يعني ليه دوري ابطال افريقيا؟ طب ما احنا كاسبين دوري رقم قياسي على مستوى العالم كله وكاسبين بطولات كتيره جدا، والاهلي من حيث الالقاب عنده بطولات، لكن ليه البطوله دي تحديدا؟ مشوار الحقيقه مشرف، يعني مشوار نادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا الحقيقه مشوار مشرف. هنتكلم على الوصول ل 12 نهائي وده رقم قياسي، والمره دي هو ال 13. نتكلم على 8 ألقاب قدر النادي الأهلي يحققها في البداية، لو حضراتكم تفتكروا 82، يعني 82 كان أشانتي كوتوكو، 87 كان الهلال، فترة توقف بقى التسعينات، والتسعينات دي كانت ليها يعني ظروف وملابسات كده، لكن الحقيقة العشرة الأوائل من الألفية الجديدة كانوا انطلاقة ولا أروع، يعني استعاد المارد الأحمر مكانته وعرشه في القارة الأفريقية في 2001 بالفوز بدوري الأبطال مرة تانية. 2005 بقى فترة ذهبية، ليه؟ 2005، 2006، 2007، 2008، أربع مرات بيوصل فيهم النادي الأهلي النهائي متتاليين، كسبنا منهم 3 مرات، كسبنا 2005، 2006 النجم والصفاقسي، وخسرنا 2007 أمام النجم الساحلي في القاهرة، وكسبنا القطن الكاميروني في 2008 في جروة المباراة اللي فكرت حضراتكم بيها في السادسة، واستعرضنا التتويج مراسم تتويج النادي الاهلي بيها يمكن من ايام بسيطه جدا، وكانت برضو بتتلعب في شهر نوفمبر. بعد كده 2012 2013 كانت طبعا 13 دي كانت النسخه الاخيره اللي فاز بها النادي الاهلي، رغم ان احنا وصلنا بعدها مرتين برضو للنهائي، يعني الاهلي بعد احنا فزنا 2013 دوري ابطال، 2014 كونفدراليه، وصلنا نهائي دوري ابطال قدام الوداد 2017 وللاسف الشديد جدا خسرنا البطوله، وصلنا في 2018 قدام الترجي وبرده وصلنا للبطوله، لكن المشوار مشرف جدا. احنا لخصنا لحضراتكم مشوار النادي الاهلي في دوري الابطال في التقرير اللي هنتابعه مع حضراتكم دلوقتي، وارجع لكم مره ثانيه في السادسه. الاهلي صاحب الارقام، الاهلي الرائع هنا في هذه الليله، السياده والرياده، الفرحه كبيره، الأهلي دائما وأبدا هو سيد الألقاب. مع اقتراب ساعة الحسم لنهائي القرن المنتظر بين قطبي الكرة المصرية فريقي الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، وسط اهتمام قاري وعربي وعالمي كبير بهذا الكلاسيكو المرتقب الذي يأتي لأول مرة في المباراة النهائية لمسابقة الشامبيونز ليج، تدخل كتيبة الشياطين الحمر اللقاء وهي صاحبة التاريخ الأفضل في النهائيات القارية، حيث يعتبر هذا النهائي رقم 13 للفريق الأحمر بأبطال إفريقيا.
حيث سبق وصعد لنهائي البطولة القارية 12 مرة من قبل، حقق فيها اللقب في 8 نسخ ليصبح نادي القرن صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالأميرة الإفريقية. الأهلي صاحب الأرقام، الأهلي الرائع هنا في هذه الليلة، السيادة والريادة، الفرحة كبيرة، الأهلي دائما وأبدا هو سيد الأرقام. بينما لم يحالفه الحظ في الظفر بالكأس القارية في 4 مرات أخرى. كانت بداية الأهلي مع نهائيات دوري الأبطال في نسخة البطولة الإفريقية من عام 1982، حيث التقى أشانتي كوتوكو الغني، وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بفوز الفريق الأحمر 3-0. وتعادل الفريقان في كوماسي 1-1. كما تواجد الأهلي في نهائي البطولة عام 1983 ليلاقي كوتوكو، حيث تعادل الفريقان في القاهرة 0-0 وخسر الفريق الأحمر في كوماسي بهدف نظيف. عاد الأهلي ليتواجد في نهائي البطولة عام 1987 ليلاقي الهلال السوداني، حيث أقيمت مباراة الذهاب بأم درمان وانتهت بالتعادل السلبي، وفاز الفريق الأحمر في القاهرة بثنائية نظيفة. فيما تواجد المارد الأحمر في نهائي البطولة عام 2001 ليلاقي سان داونز الجنوب أفريقي، وتعادل الفريقان في بريتوريا بهدف لمثله. ثم فاز الفريق الأحمر بالقاهرة 3-0. كما تواجد أبناء قلعة الجزيرة في 2005 بنهائي البطولة ليلاقي النجم الساحلي التونسي، وتعادل الفريقان في سوسة 0-0، وفاز الفريق الأحمر في القاهرة 3-0. كذلك صعد الأهلي للنهائي في 2006 والتقى الصفاقسي التونسي، وتعادل الفريقان في القاهرة بهدف لمثله، ثم فاز الفريق الأحمر في رادس 1-0. ماشي شادي وبيعمل لوبار عالية ويطلع لعب الكرة تاني على طول وتترد وهوبا جول جول. للمرة الثالثة على التوالي يتواجد الأهلي في النهائي عام 2007، حيث التقى النجم الساحلي التونسي وتعادلا في سوسة 0-0، ثم خسر الأهلي في القاهرة 3-1. وللمرة الرابعة على التوالي يتواجد الأهلي في نهائي البطولة عام 2008، حيث التقى القطن الكاميروني وفاز الفريق الأحمر في القاهرة 2-0، ثم تعادل الفريقان في جاروا 2-2. وفي نسخة 2012 تواجد الأهلي في النهائي للمرة التاسعة في تاريخه، حيث التقى الترجي التونسي وتعادلا في الإسكندرية 1-1، ثم فاز الفريق الأحمر في رادس بهدفين مقابل هدف. وكرة خطيرة وكرة من وليد سليمان والهدف الثاني، هدف الثاني وليد سليمان. وتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة عام 2013 حينما التقى أورلاندو الجنوب أفريقي وتعادلا في جوهانسبرغ 1-1، ثم فاز الفريق الأحمر في القاهرة 2-0. ويعد اللقب الثامن في تاريخ الأهلي بالبطولة في نسخة دوري الأبطال لعام 2017، حيث واجه الأهلي فريق الوداد البيضاوي المغربي وتعادل معه ذهابا في برج العرب بالإسكندرية بهدف لمثله، قبل أن يخسر إيابا في الدار البيضاء بهدف للا شيء. أما آخر نهائي إفريقي تواجد به المارد الأحمر كان في الشامبيونز ليج القاري نسخة 2018، حيث تقابل مع الترجي التونسي،
وفي مباراة الذهاب بالإسكندرية فاز الأهلي على أبناء باب سويقة بنتيجة 3-1، بينما خسر في لقاء العودة بملعب رادس بثلاثة أهداف دون رد. الأهلي صاحب الأرقام، الأهلي الرائع هنا في هذه الليلة، السيادة والريادة، الفرحة كبيرة، الأهلي دائما وأبدا هو سيد الألقاب. هو يعني المشوار ما نسيناهوش عشان نفتكره، والأهداف دي محفورة في قلوب وعقول الأهلوية، كادر كادر وشوت شوت ولعيب لعيب، يعني نجومنا الكبار جدا اللي متعونا على مدار ال 30 سنة الأخيرة اللي فاز بيهم الأهلي بثمان بطولات مش ممكن أبدا الأهلوية ينسوهم. لكن خليني أقول لحضراتكم برضو ملحوظة صغيرة كده، إنه الأهلي في النهائيات تحديدا ما بتفرقش قوي معاه بنسبة كبيرة، يعني ما بتكلمش على قاعدة بنسبة 100%، يعني الملاحظة دي أنا خدت بالي حتى منها وإحنا بنحضر التقرير، ما بيفرقش معاه ملعب المباراة. وبالعكس في أوقات كتيرة جدا في بطولات حسمت على ملعب الخصم، يعني طبعا أهمها وأشهرها ماتش الصفاقسي اللي تعادلنا فيه 1-1 هنا، ورحنا هناك كسبنا 1-0 بجون تريكا في آخر في اللحظات الأخيرة من المباراة. لكن في أوقات كتيرة جدا واحنا بنتكلم على انه اغلب خدوا بال حضراتكم برضو بصوا لحجم المنافسين، يعني اذا كنا بنتكلم على شانتي كوتوكو في الثمانيات كان فريق مش سهل خالص، يعني على الاطلاق كان فريق مرعب. بنتكلم على طبعا ما كانش ممكن نتكلم طبعا الكره الافريقيه ما كانش فيها احتراف الكم الكبير جدا من المواهب في اوروبا، فانا اغلب نجوم القاره كانوا موجودين فيها، فكانت البطولات بتبقى صعبه، ناهيك على انه كان بيبقى فيه ضغط جماهيري رهيب في الملاعب الافريقيه، كان بيبقى فيه ملاعب مش مؤهله انك انت تلعب كره حلوه او انك انت تلعب كورتك يعني زي ما بيقولوا. فالظروف الى حد ما كانت في البدايات إقامة صعبة، رحلات سفر عنيفة، يعني في حدود معلوماتنا في بعض الأوقات كان الفريق النادي الأهلي بيسافر لقاءات خارج مصر بطيارات عسكرية لأنه ما فيش خطوط طيران مدني يعني بين مصر وبين الدول دي. لما نيجي نتكلم على الألفية الجديدة، أنت كنت بتلعب طبعا كان فيها هيمنة كبيرة جدا من النادي الأهلي على بطولات القارة الأفريقية، احنا بنتكلم تقريبا على انك حصلت تقريبا على نسبة 40 او 50% 40% من حجم البطولات اللي اتلعبت في العشر سنين الاولانيين، وبالتالي فريق واحد مسيطر على لقب اهم بطولة في القارة، وصلت لخمس بطولات، نسبة نجاح في الوصول للنهائي بس 50%، يعني انت الفريق الوحيد اللي تقدر توصل في اول 10 سنين ل 50% من المباريات النهائية للبطولة. ده طبعا نهائي 3-1 3-0 في القاهرة، ده ماتش النجم الساحلي 3-0 برضو. فعشان كده بقول لحضراتكم في المباراة النهائية دايما الأهلي ما بتفرقش معاه لا الملعب ولا الجمهور، يعني القصة دي حصلت معنا كتير جدا، من كوتوكو للهلال للقطن للترجي للصفاقسي. السنة دي المباراة يعني هو النهائي الأول من نوعه اللي يكون من جولة واحدة، يعني ما حصلتش قبل كده في تاريخ مشوار الأهلي إنه لعب نهائي بطولة دوري أبطال من مباراة واحدة، كل الماتشات كانت بتبقى ذهاب وإياب. لكن طبعا إنه يبقى على ملعبنا ده في على استاد القاهرة، يعني وأنا بعتبر استاد القاهرة ملعبنا، يبقى فيه طبعا ناحية إيجابية. كمان طبعا النهائي الأول من نوعه إنه بيقام من لفريقين من دولة واحدة الأهلي والزمالك، وده طبعا برضو أعتقد إنه بيخلق حافز أكبر عند لاعبتنا. على كل الأحوال نتمنى طبعا إنه الروح الرياضية تسود، يعني في النهاية ده مظهر عام للكرة المصرية بشكل كبير، مش بنتكلم بس على الأهلي وزمالك، احنا بنتكلم انه ده مكسب للكرة المصرية انه مصر تستضيف البطولة دي، ونتمنى ان شاء الله بإذن الله انه اللاعبين والأجهزة الفنية يبقوا على قدر المسؤولية. الصورة مسؤوليتكم، يعني ما اعتقد مع عدم وضوح رؤية بالنسبة للجماهير، بس حتى يعني لو قلنا انه تمت الموافقة على انه يكون في جماهير هيكون اعداد محدودة جدا، ما اعتقدش انها هتكون مؤثرة على الإطلاق لا قدر الله في حالة أي خروج عن النص. صورة المباراة، شكل المباراة، صورة مصر قدام العالم هتكون مسؤولية ال 22 راجل اللي موجودين في الملعب، وأعتقد أنكم فاهمين جدا أنكم قد المسؤولية، وطبعا الأجهزة الفنية طبعا هيكون ليها دور مهم جدا. يفوز الأقدر، يفوز الأكثر توفيقا، يفوز الأشطر، يفوز النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله نتمناها كده، لكن في النهاية نتمنى أن الروح الرياضية تسود. طيب نروح للناقد الرياضي أسامة السويسي، هيكون معانا من خلال الفيديو كونفرنس.
طبعا واحد من الاهلاويه الجمال هيكون معانا من خلال الفيديو كونفرنس في السادسه. مساء الخير يا استاذ اسامه. مساء الخير عليك يا استاذ احمد وعلى كل المشاهدين وعلى كل مشاهدي قناه البيت الكبير، شاشتنا الكبيره وبرنامج السادسه المتالقين فيه باستمرار باذن الرحمن. شكرا لحضرتك. خلينا اتكلم معاك على اجواء ما قبل المباراه، ويبدو انه الاجواء سخنت. احنا طبعا مستنيين الماتش ده، يمكن او جماهير النادي الاهلي مستنيه الماتش ده بقالها اكتر من شهر، لكن يبدو ان الاجواء سخنت جدا ودخلنا في حاله مرحله الاشاعات بقى ومرحله تكسير العظام والى اخره. عايز اعرف رايتك للمشهد النهارده، نتكلم على كمان فكره الحضور الجماهيري من عدمه، يهمني اسمع كمان رايك فيها. طيب خلينا نبدأ واحدة واحدة بخصوص الإشاعات. الإشاعات ده وضع متوقع جدا في الآونة الأخيرة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. بقت مسألة انتشار الإشاعات بقت سهلة، وللأسف الشديد لما يكون مشجع أو واحد عادي مقبول منه أنه هو يقول إشاعة لأنه ما عندوش مصدر مسؤول او ما عندوش مرجع يرجع له، لكن للاسف الشديد بنلاقي بعض المواقع وبعض الصفحات وبعض الصحف هي اللي بتنشر الاشاعات. يعني تخيل لما يكون في موقع صحيفه احدى الصحف الكبرى ويقول لك انباء عن اصابه مثلا فلان من النادي الاهلي بفيروس كورونا. طب هي دي فيها انباء؟ هي دي فيها يا ابيض يا اسود، دي عينات بتتسحب، مسحه بتتاخد من اللعيب وبتتعمل له تحليل وبيطلع يا اما ايجابي يا اما سلبي، ما فيهاش حاجه فيها انباء وما فيهاش حاجه فيها اجتهادات. يا جماعه المساله مش بالصوره اللي احنا واصلينها دي، وعلشان كده انا بناشد جمهور النادي الاهلي، ناديك نادي محترم، ناديك نادي بيتعامل بمنتهى الشفافيه وبمنتهى الوضوح. لا واسمح لي يا استاذ اسامه، يعني في الجزئيه دي ما اعتقدش انه في حاجه تتخبى، يعني حتى الاهلي تعامل، اداره النادي الاهلي تعاملت بمنتهى الشفافيه، والحالات اللي اصيبت تم الاعلان عنها. ما هو انا ده اللي انا بقوله، بقول لك ان النادي الاهلي ناديك نادي محترم جدا، نادي بيتعامل بمنتهى الشفافيه والوضوح مع كافه الامور، وهو اللي بيبادر، وعندك مواقع النادي الاهلي وعندك صفحات قناه النادي الاهلي وعندك صفحات النادي الاهلي على السوشيال ميديا والموقع الرسمي، هي دي المرجع اللي المفروض ترجع له، وما تدورش على الاشاعات وما تبحثش عليها وما تضيعش وقتك. والفيصل في موضوع المساحات عشان الناس كلها تبقى عارفه هي مسحه الاتحاد الافريقي الكاب اللي هي المفروض هتبقى بكره ان شاء الله، نتيجتها ان شاء الله ان شاء الله هتكون يا اما مساء يا اما ثاني يوم، والمساله هتبقى واضحه وضوح الشمس وهيبان الشمس فين والقمر فين والدنيا هتبقى سهله. نتمنى السلامه للجميع، نتمنى السلامه للجميع طبعا ان شاء الله، للجميع طبعا سواء هنا او هنا طبعا. دي مساله مفروغ منها ومحسومه تماما. حقيقي. بالنسبة للمباراة إن شاء الله كل التوفيق، وكل الدعوات للفرسان الحمر إن شاء الله. النادي الأهلي ثقتنا فيهم غير طبيعية وملهاش حدود بإذن الرحمن. أي 11 راجل في الملعب قادرين على الدفاع عن ألوان النادي الأهلي وعلى تاريخ واسم النادي الأهلي العريق في أهم منعطف في مسيرة هؤلاء اللاعبين وهذا الفريق من الجيل الحالي من اللاعبين. صحيح بقالنا 7 سنين الأميرة السمراء بتتدلع علينا وغايبه عن خزائنها المفضله في الجزيره، ولكن املنا كبير ان شاء الله ان الفرسان الحمر ومعاهم مدربهم القدير بيتسو موسيماني قادرين باذن الله على ان هم يفرحوا الملايين من عشاقهم يوم الجمعه باذن الله، ويسعدوهم ويستعيدوا لقب البطوله الكبيره ويرجعوا يمثلوا القاره السمراء في مونديال العالم، كأس العالم للأندية إن شاء الله فبراير المقبل في قطر إن شاء الله. وده اللي احنا عانينا عليه إن شاء الله بإذن الله، واحد من الأهداف اللي أتمنى إن شاء الله إنه الجيل ده يقدر يحققها. غياب كهربا ووليد لو غابوا، يعني طبعا احنا بنتكلم زي ما قلت لحضراتكم الموقف الرسمي تحدد بناء على المسحة الرسمية لهجرية الاتحاد الأفريقي بكرة، لكن لو غاب كهربا غاب وليد بالنسبة للجماهير الأهلوية مش هقول مقلقه، لكن يعني الى حد ما كروت كانت مهمه جدا، لكن في نفس الوقت انا بشوف فرصه لانه في نجوم ثانيه يبقى عندها امكانيه او احتماليه مشاركه كبيره جدا، لابد ان هم يستغلوا الفرصه دي بشكل امثل. مين تتوقع يكون جاهز بديل لكهربا بديل لوليد؟ شوف كامل التقدير طبعا لمحمود عبد المنعم كهربا، كامل التقدير لوليد سليمان، وليد سليمان تحديدا وجوده في الملعب
مؤثر جدا على صعيد الشخصية، وهو قائد من كباتن النادي الأهلي، وليه دور مهم وليه دور أساسي سواء قائد في الملعب أو بره الملعب. نتمنى له الشفاء التام إن شاء الله. وكمان محمود كهربا عنصر مهم مؤثر كبديل فعال، بينزل بيأدي أدوار تكتيكية مطلوبة منه من المدير الفني. ولكن لو استعرضنا القائمة الرئيسية والقائمة الأساسية هنلاقي إن كهربا ووليد سليمان بيستخدموا كبدائل في المواجهات الأخيرة مع بيتسو موسيماني، تمام؟ فبالتالي إن شاء الله بإذن الله عايزين نوصل للمباراة وال11 لاعب الأساسيين اللي بيعتمد عليهم موسيماني بيحط خطته عليهم يكونوا جاهزين ولائقين، وثقتنا في أي حد في أي اسم هيكون موجود شايل الفانلة الحمراء دي يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله هيكون قادر على الدفاع عنها إن شاء الله في أهم مباراة تمثل مفترق طرق بالنسبة لهؤلاء اللاعبين والجمهور النادي الأهلي يسعدوهم، ومش عايزين حد يضغط عليهم، عايزين نتعامل بمنتهى الهدوء وبمنتهى الثقة، نديهم الثقة التامة علشان يعرفوا يركزوا ويطبقوا الفكر بتاعهم في المباراة وفي البطولة. بالنسبة للحضور الجماهيري أتمنى إن شاء الله إن المسألة تكون بادرة لعودة الجمهور اللي وحشنا جدا، غياب الجمهور عن المدرجات وحشنا جدا، وإحنا كأهلاوية بنحس بغياب الجمهور ده بشكل مؤثر جدا، لأن الجمهور هو لاعبنا رقم واحد مش لاعب 12، فبالتالي جمهورنا مؤثر جدا ووحشنا جدا، ونتمنى صحيح، إن شاء نتمنى الله نشوفه ان شاء الله باذن الله. واعتقد انه مش بس عشان المدرجات ما تبقاش فاضيه، لكن كمان اعتقد ان وجود الجمهور هيخلي الصوره تطلع، البورتريه او التابلو ده يطلع في احسن شكل قدام العالم كله. بشكرك شكرا جزيلا النهارده الرياضي اسامه السويسي، بشكرك على وجودك معانا، متواصلين مع حضراتكم. احنا مش يعني مش مع فكره اي ضغط، احنا عندنا ثقه كبيره جدا في اي 11 اسم هيمثلوا النادي الاهلي، وبندعمهم وكل التوفيق ليهم ان شاء الله باذن الله. واعتقد انه رجاله الاهلي عامله يعني عامله الشغل المطلوب منها ومركزين بشكل الكافي. كل المطلوب ان شاء الله انه يكون في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وانه يكون يومنا، وان الكوره بس ما تكونش مع عندنا، واحنا ان شاء الله قدها وقدود، والتسعه تكون حمراء باذن الله. بمناسبه التسعه، الهاشتاج بتاع السادسه ده اسم البرنامج، ملوش علاقه برقم البطوله، لكن الهاشتاج الخاص بالتسعه هو ان شاء الله باذن الله الحلم اللي بيحلم بيه كل اهلاوي وبيحلم بيه نجوم النادي الاهلي بتحقيق النجمه التاسعه دوري ابطال افريقيا. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول. برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلاص وقت قليل جدا بيوصلنا على مباراة القمة نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك. كلنا ثقة في جهازنا الفني، كلنا ثقة في اللعيبة، عندنا لعيبة عندها من القوة والتركيز والمهارة إن احنا بإذن الله تكون البطولة من نصيبنا، عندنا مدرب بنثق فيه جدا إن هو ما بيفوتش التفاصيل الصغيرة في أي مباراة مهمة زي دي وأي مباراة في العموم. والحقيقة احنا كلنا ثقة في الجهاز الفني واللعيبة، وبنتمنى بإذن الله كل اللي مطلوب مننا كجماهير، كل المطلوب من الجماهير الفتره دي الدعم اولا للفريق، طبعا فريق النادي الاهلي، وان شاء الله نكون بنفرح قريب. كلام كتير على مباراه الاهلي والزمالك وعلى شكل الاهلي الفتره دي، وطبعا الفتره اللي جايه بعد ابرام صفقات يعني كبيره جدا للنادي الاهلي، بنتمنى ان شاء الله تكون فتحه خير، وان شاء الله نشوف الفريق كمان بشكل افضل وافضل ودايما في انجازات. معايا الكابتن سيد حمدي، اتكلم معاه عن حاجات كتير قوي بخصوص النادي الاهلي. برحب بيك يا كابتن. اهلا بيك يا صاله، منورنا طبعا. خليني ابارك لك في البدايه طبعا على التعاقد مع فريق طاميه للفيوم. الله يبارك فيك، بشكرك طبعا وسعيد ان انا موجود معاكي، ويا رب ان شاء الله تبقى حلقه يعني تبقى بشره خير ان شاء الله باذن الله. يا رب يا كابتن ان شاء الله. الله ده اول مشوارك في التدريب يا كابتن؟ كمدير فني نادي طاميه الفيوم. طبعا الناس اللي ما تعرفش ان نادي طاميه بيمثل الفيوم في الدرجه الثالثه، وطبعا كان في الممتاز السنه اللي فاتت والسنه دي في الدرجه الثالثه. فهم كلموني طبعا العقيد محمد عمر، طبعا الرئيس الشرفي لنادي طاميه، استاذ محسن جميل رئيس النادي، استاذ حماد عمار اللي هو المشرف العام على الكوره، كابتن عبد الباقي طبعا مدير الكوره معايا في الجهاز. كلموني ان احنا عايزين تبقى موجود معانا السنه دي، وقعدنا واتفقنا على كل حاجه، وشفت ايه هم ايه الهدف من التعاقد، يعني ايه الهدف يعني
لازم تبقى عارفه ايه الهدف اللي احنا متفقين عليه. يعني احنا انا لما كلموني قال هدفكم ايه، هدفكم إيه الامور تبقى زي كل سنه ولا في هدف. فبناء على كده قعدت واتفقت، والناس بصراحه يعني مجلس اداره يعني داعمين بشكل كبير جدا، في ثقه، اداني كل الصلاحيات ان انا اجيب جهاز فني بيمثله في كابتن احمد هاب مدرب مساعد، معايا محمد جمال مدرب برضه مساعد، معايا الدكتور كريم دكتور في الفريق، كابتن محمود خطاب مدرب الحراس، كابتن طه طبعا الاداري. يعني قدرت ان انا اجيب جهاز فني كله من الفيوم برضه، جهاز فني محترم عنده نفس أكيد. الهدف اكيد. وتعاقدنا بعض الصفقات اللي هي من الفيوم اللي لها باع في الدرجه، لعبه كلها محترمه تقدر تساعدنا ان شاء الله باذن الله الهدف اللي احنا عايزين. واحنا بنتمنى لكم التوفيق يعني. طبعا يا كابتن، وان شاء الله السنه الجايه تصعد درجه ثانيه وتحقق حلم مدينه الفيوم كلها. اتمنى يا رب تبقى بدايه بالنسبه لي خطوه يا رب بإذن كبيره الله. في التدريب وطبعا انا مش غريب عن الفيوم، انا من ابني من الفيوم اكيد، ونادي طمية يعني يستحق ان شاء الله باذن الله يبقى في مكانه احسن من باذن الله. بتمنى لك طبعا كل التوفيق يا كابتن خلي. وخليني ابدا بقى معاك من صفقات النادي الاهلي الجديده، وهنقولهم لاعب لاعب، بس نبدا من بيكم. يمكن امبارح كنا بنعلن رسميا بيكم ولا بيكم، ما هو بيكم يا كابتن، بس الناس عماله تقول لي بيكم، عماله اقول لك الناس بتقول لي بيكم، ما انا مش خليها بيكم يعني خلاص مضى 5 سنين للنادي الاهلي وطبعا يعني صفقه كبيره. هو بيكم ابن من ابناء النادي الاهلي او بيكم عشان الناس ما تزعلش؟ بالظبط بالظبط، كل الصفقات اللي تعاقد مع النادي الاهلي صفقات محترمه. بيتمثل طبعا في بيكم، كان من ابناء النادي الاهلي، قدر الاهلي يعيره فتره، رجع نضج بشكل كبير، يستحق ان هو يرجع للنادي الاهلي. بدر بنور طبعا مدافع يمتلك طول كويس، عنده رؤيه في بناء الهجمه، قائد زي ما بيقولوا. فدي صفقه طبعا في الدفاع هتبقى الاثنين هيمثلوا قوه ضربه كبيره في النادي الاهلي. عندنا طاهر طبعا لاعب منتخب ولاعب نادي المقاولين، طبعا قدر يحقق مستوى كويس جدا مع نادي المقاولين، ويستحق طبعا ان هو يرتدي فانيله النادي الاهلي. لما بنجيب سيره كذا لاعب كابتن بنقول عليه جوكر، يعني لما بنتكلم مثلا عن بيكم عن طاهر، قد ايه مهم فكره ان يكون في لاعب بيقدر يلعب في اكتر من مركز؟ بتفيد قد ايه الفريق، خصوصا لما يبقى في وقت، يعني لا قدر الله بيبقى في وقت اكيد بيبقى في اصابات كتير، وده احنا عشناه في النادي أكيد الاهلي. اكيد طبعا الصفقه اللي هي بتعمل صفقة مبهرة، يعني اللي هو اللاعب اللي هو بيلعب في كذا مكان، ودي بتمثل للنادي او للجهاز الفني بشكل كبير اريحية، لان هو بيقدر يوظفه في كل مكان. مثلا هنتكلم على طاهر، عنده الامكانية بيلعب في ناحية الهاف، ممكن يلعب في المركز ده مركزه الاساسي، يقدر يلعب تحت الفراودة، يقدر يحرز اهداف. فبالنسبة للجهاز الفني لما يكون عنده لاعب زي بالظبط، لما يكون عنده لعيب جهاز فني، لما يكون عنده لعيب زي كده بيبقى سعيد بان هو يقدر يوظفه في كذا مكان، فتعتبر بتبقى زي ما بيقولوا كده صفقه زوكر بتلعب في كل الاماكن. يعني شايف انه بعد الصفقات دي فريق الاهلي الفتره اللي جايه، واحنا كنا هنتكلم طبعا على قرعه الدوري طبعا اللي طلعت، وخلاص الموسم الجديد قرب يبدا يعتبر، يعني شايف ان الفتره اللي جايه فريق الاهلي كده متكامل في كافه المراكز في الملعب؟ احنا جبنا طبعا في الناحيه الدفاعيه اعتقد بشكل كبير بجانب اللعيبه اللي موجوده ياسر ورامي وايمن، يعني اعتبر الناحيه الدفاعيه بشكل كبير كويسه جدا. المعارين اللي راجعين للنادي الاهلي اعتقد طبعا صفقات مهمه، هم كانوا طبعا اولاد النادي الاهلي، لكن رجوعهم برضو بيشكل ضربه كبيره، يعني ضربه مهمه وقويه للنادي الاهلي. اعتقد ان النادي الاهلي اعتقد في الناحيه الهجوميه ممكن يكون في مشكله شويه، يعني في ناقص في المركز ده، يعني اعتقد الاهلي لازم يجيب صفقه كبيره يعني تمثل قوه ضربه للنادي الاهلي في الهجوم. يعني
كنا بنتكلم قبل الحلقه، كنا بنشوف جدول مشوار الاهلي في الدوري في الموسم الجديد، وكنت بسالك على انه شايف ازاي شكل المنافسه في الموسم الجديد، وخصوصا ان كتير من الفرق ابرمت صفقات كويسه، يعني هتبقى ازاي شكل المنافسه في الدوري؟ والله بص، هو الدوري طبعا صعب جدا، يبقى ناس يعني بيقول الاهلي بيحقق الدوري، لا الاهلي بيحقق الدوري بصعوبه، لانه في فرق كبيره جدا، شركات موجوده بالامور الماديه بيقدر يجيب صفقات قويه جدا، فالدوري بيبقى صعب جدا. اكيد الدوري هيبقى صعب على النادي الاهلي، كل الفرق بتحاول بقدر الامكان تجيب لها هدف في المنافسه. انت السنه اللي فاتت شفنا المقاولين مع مجموعه لعيبه محترمه جدا، قدر ان هو يبقى في مركز كبير. بيراميدز طبعا موجود على الساحه، الزمالك بيجيب صفقات برضو، منافس قوي طبعا للنادي الاهلي. الاهلي هي اول ماتش اعتقد المقصه عنده بيع لعيبته، لكن بيمثلوا جهاز فني محترم واداره محترمه، بتقدر تجيب برضو صفقات. لا كل الفرق اللي طلع كمان سيراميكا كليوباترا قدر ان هو يجيب صفقات من المقصه، فاعتقد ان كل الفرق اللي حتى المحله يمكن ما دعمش بشكل كبير، لكن نادي جماهيري، فلا اعتقد المنافسه هتبقى صعبه جدا السنه الجايه برضه. طيب لو هروح للاهلي الموسم ده، قصدي يعني الموسم الجديد، لو هروح لمباراه الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا، وطبعا احنا فخورين اكيد انه ناديين مصريين يوصلوا لنهائي افريقيا، ودي اول مره تحصل، نشوف كمان الاهلي والزمالك في النهائي ده، شايف المباراه دي فنيا ازاي؟ هتبقى مباراه صعبه جدا، يعني النادي الاهلي طبعا والنادي الزمالك طبعا، الواحد مبسوط جدا ان فرقتين موجودين في النهائي من مصر، ودي اول مره تحصل زي ما انت بتقولي. اكيد المباراه هتبقى صعبه، النادي الاهلي عنده قوه ضربه في الخط الهجومي، الزمالك برضو عنده في الحته الهجوم برضو بيمتلك لعيبه برضو محترفين ولاعيبه محليه، عنده قوه ضربه برضو. اعتقد الماتش هيبقى صعب جدا، لكن الاهدى الهدف المباراة هو اللي ممكن يحسم المباراة بإذن الله. وأتمنى طبعا النادي الأهلي يملكهم الخبرات ولاعيبة لعبت في النهائيات، أعتقد إن شاء الله بإذن الله بنسبة كبيرة النادي الأهلي يحسم البطولة بإذن الله. شايف التشكيل الأمثل للنادي الأهلي إيه في المباراة دي من وجهة نظرك طبعا؟ يعني ممكن نقول الشناوي طبعا في حراسة المرمى، أكيد علي معلول، وأيمن، ممكن ياسر او رامي ربيعه، نشوف حالته عامله ازاي، ممكن برضو يبقى موجود يعني في الخط الهجوم. في محمد هاني نص الملعب، ممكن السوليه وديانج قدامه، قفشه ممكن يلعب، بهافين ممكن، اجاي والشحات، ومروان في الهجوم. يعني اعتقد دي بنسبه كبيره كده، يعني لو كلمت اي حد يقول لك بنسبه كبيره ده تشكيل. ممكن سمعني برضو يفاجئنا بلعيبه طبعا في التشكيل، لكن اعتقد بنسبه كبيره التشكيل ده اللي هيبقى موجود. يعني ازاي تحضير يا كابتن لمباريات افريقيا بيبقى مختلف جدا عن اي مباراه ثانيه، وخصوصا احنا بنتكلم على نهائي افريقيا وقدام فريق مصري برضو أفريقيا تاني طبعا، وقصاد الزمالك. يعني كل المباريات اللي عدت دي بنقول يعني باللغه الدارجه كوم، والمباراه اللي جايه دي كوم تاني، لانك بتلاعب فريق منافس عنده اعلام قوي برضو، قدر يجيب صفقات كبيره الزمالك غير السنوات اللي فاتت. لا السنه دي قدر انه يحقق بطولات ومنافس قوي طبعا، ووصل للنهائي، فاعتقد الماتش هيبقى صعب جدا. الاهلي زي ما قلت لك برضو يمتلك بلعيبه يعني عندها خبرات، الاهلي لو ان شاء الله باذن الله يبدا بدايه قويه اعتقد ان هو هتفرق معاه. في سيناريو للمباراه بالنسبه لك؟ هو يعني المباراه هتطول شويه، يعني انا حاسس ان المباراه مش هتتحسم بشكل كبير في البدايات، لكن زي ما قلت لك الفريق الاهدى ممكن يحسم المباراه في الاول، لكن بشكل عام الفرقتين يمتلكوا لعيبه تقدر تحسم المباراه، وفي نفس الوقت يعني الماتش لسه هيطول شويه، يعني مش هيتحسم بسهوله كده، لكن اتمنى يا رب ان شاء الله الماتش يطلع بشكل يليق بالكره المصريه، والاحسن اكيد هو اللي هيكسب في المباراه. ده مهم جدا يا كابتن، يعني فكره انه الماتش يطلع بشكل
بشكل يشرف اسم مصر والكره المصريه اللي اثبتت قوتها طبعا، يعني من كتير احنا مش مستنيين دلوقتي ان احنا نثبت قوتنا، ولكن وجود فرقتين هم الاكبر دلوقتي في افريقيا بما ان احنا وصلنا الاهلي والزمالك نهائي افريقيا، فطبعا يفرق معانا انه الشكل يطلع حضاري جدا ويليق باسم مصر. وكنا بنتكلم على مبادره دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه انه لا للتعصب مصر اولا. شايف ازاي المبادره دي؟ شايف ازاي قد ايه مهم جدا نكون الفتره دي كل دورنا ان احنا بنتكلم على انه ما يكونش في اي مشاحنات بين الجماهير، وانه التركيز كله في ال 90 دقيقه الملعب، وانه الفريق الافضل هو اللي هيفوز باذن الله بالبطوله، وان شاء الله يكون النادي الاهلي. هو طبعا دور الاعلام له دور اساسي في الموضوع ده، لان الناس كلها طبعا بتتابع الاعلام، بتتابع القنوات اللي هي مثلا جمهور الاهلي بيتابع القنوات الخاصه بيه، جمهور الزمالك بيتابع القنوات الخاصه بيه. اعتقد ان الاعلام له دور كبير جدا في ان هو يهدي الاجواء، لانها هتفرق معانا زي ما قلت لك ان الاهلي طبعا والزمالك بيمثلوا مصر، فعايزين نخرج بالمباراه بشكل محترم، وده هيبقى برده له دور برده كبير على اللعيبه، يعني يسيبهم من اي مشاحنات، يركزوا في المباراه حيث قدر الامكان، يبقى يعني الناحيه الفنيه كل لعيب يبقى باصص في الناحيه الفنيه بس، الهدف اللي هو بيلعب ليه المباراه ان هو عايز يكسب فرقته وعايز يفرح جمهوره. اعتقد ان الامور دي هتبقى لو تمت بشكل كويس، اعتقد المباراه هتطلع بدون اي مشاكل يعني. لكن المشاكل اللي على الاعلام مثلا فيسبوك او حاجه كده مش هتقدر تمنع انك تكتبي انك عايزه تكسبي او احنا يعني بتبقى موجوده بالذات بين الجمهورين، يعني الجمهور الاهلي والجمهور نادي الزمالك ما بتقدرش تمسك الموضوع ده، لان ترى طبعا الاعلام لما وسائل الاعلام كترت فالموضوع زاد شويه. اتمنى يا رب ان شاء الله الامور تعدي على خير يعني. يا رب ان شاء الله. وهنتكلم اكتر على موسيماني وعلى النادي الاهلي يا كابتن، ولكن نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. برحب بحضراتكم مرة تانية. النهاردة يمكن كان اليوم الثاني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي، هنشوف يعني يمكن على الشاشة لقطات كده من أجواء اليوم الثاني في النادي الأهلي. يا كابتن كنت بقولك كمان على قبل الفاصل على فكرة الفوز ببطولة أفريقيا قد إيه مختلف، قلت لي أنا لحد دلوقتي الناس فاكرة لي 2012 طبعاً وفرحة تانية. أكيد طبعاً البطولة كانت لما أنا كان لي نصيب في ان انا العب فيها واحققها، يعني بطوله لحد دلوقتي انا الناس بتكلمني عليها، بطوله كانت غاليه. معانا معلش يا كابتن طبعا على الهواء استاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره، طبعا بيشارك في الجمعيه زي ما احنا شايفين على الشاشه. طبعا يعني فكره الاجراءات الاحترازيه وشايفين يعني على الشاشه تفرق جدا، وحاجه محترمه جدا، الناس كلها ملتزمه، يعني فكره ان احنا نحافظ على الاجراءات الاحترازيه في الوقت دي. يمكن كمان يا كابتن كنت بتكلم في بدايه الحلقه على انه الناس كلها نفسها يكون في حضور جماهير في المباراه، لكن برضو اكيد يا ريت، ولكن برضو لو كان فعلا زي ما اعلن دكتور اشرف صبحي انه صعب لحد دلوقتي، ده اللي متقال انه مش هيبقى فيه جماهير بسبب تداعيات فيروس كورونا، فسلامه الافراد اولا، سلامه الجماهير اولا يا كابتن، على قد ما مهم جدا طبعا يكون في حضور جماهير. طبعا هو الجمهور طبعا هيمثل للنهائي شكل تاني، هيمثل طبعا للعيبه كمان وضع تاني خالص، اللعيب لما بيلعب بجمهور غير لما بيلعب بدون جمهور. اكيد الجمهور طبعا بيبقى حاجه مهمه قوي للماتشات، اتمنى يبقى في حتى عدد معين، ويحصل برضو التباعد الاجتماعي اللي بيتبع بيعمل للنهائي برضو او لاي مباراه شكل تاني، مبالغ نهائي بين اهلي وزمالك في افريقيا اكيد بتضيف روح للمباراه بالظبط يعني، وهيبان شكل اعتقد لو تعامل بشكل احترافي وعدد الجمهور اللي هيدخل المباراه اعتقد هيعمل نقله كبيره جدا في المباراه يعني. نرجع لفرحه 2012. طبعا ما انا بقول لحضرتك بصي ده بطوله خاصه لجمهور النادي الاهلي والاهلي بشكل عام. البطوله دي غاليه جدا على الجمهور. كان ليا نصيب ان انا العبها، ولحد دلوقتي زي ما بقول لك الناس فاكره لي الجون اللي انا جبته والجون اللي انا عملته والبطوله اللي احنا حققناها في الظروف الصعبه اللي في 2012.
لا كانت في فرحه مختلفه لدرجه الناس احنا وجنينا الثمار بتاعها لما رجعنا الناس شالتنا فوق كتافها. فقد ايه البطوله دي مهمه للجمهور. اتمنى يا رب ان شاء الله باذن الله الاهلي يحققها برده. واللعيب اللعيب رساله يعني للعيبه بقول له البطوله الافريقيه الجمهور لا مش هيقبل اي حاجه غير ان انتوا تحققوها. يعني هتكتب اسمك من ضمن اللعيبه اللي جابت بطوله افريقيه للنادي الاهلي. ففرصه يعني مع احترامي طبعا للنادي الزمالك النادي المنافس يعني. لكن انا بتكلم على لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي جمهوره مش هيقبل حاجه غير ان تحقق البطوله. يعني فاكر كواليس المباراه النهائيه وقتها يا كابتن يعني ايه اللي الجمهور ما شافوش؟ يعني ممكن تقول لنا ايه احنا وقتها ما شفناهوش في الكواليس كان بيحصل وانتوا بتحضروا خلاص وداخلين الملعب؟ كانت ازاي الاجواء؟ الجمهور كان عارف بس ان احنا بنمر بظروف صعبه لكن ما شافش الاحداث. انا ممكن بدايتي مع النادي الاهلي كانت في افريقيا يعني في دور الثمانيه. لعبنا في ملاعب صعبه جدا. كنا بنروح يعني بيوت مش فنادق يعني. كنا رحت مره في الكونغو كان بيت ما كانش فندق. قد ايه الاجواء كانت صعبه جدا في درجه الحراره. كان في برضو ضغط بشكل كبير جدا ان احنا كنا عايزين نحقق البطوله برضو للشهداء شهداء النادي الاهلي. الامور الماديه كانت مش زي في الوقت الحالي. كانت الامور الماديه برضو صعبه لكن لغينا كل الامور دي وفكرنا في الحافز ان احنا نفرح الجمهور ونهدي البطوله للشهداء. الكواليس زي ما بقول لك كانت صعبه جدا يعني على مدار فتره البطوله. احنا كناش بنلعب بطولات محليه. احنا احنا كنا بنتمرن وبنلعب ماتش نتمرن ونسافر نتمرن ونلعب ماتش مثلا هنا في القاهره. عشان كده البطوله دي غاليه. كان في كلام ان النادي الاهلي مش هيحقق البطوله عشان الظروف الصعبه اللي بيمر بيها. لكن قدرنا ان احنا نحققها ونحقق كمان ان احنا بنلعب فريق زي الترجي في رادس ونجيب البطوله دي. كانت حاجه كبيره جدا. عملنا مباراه نهائيه اداء نتيجه واداء مكان يعني. اعتقد النادي الاهلي بقى له فتره كبيره ما عملش المباراه النهائيه دي ولا الاداء ده. فدي الكواليس اللي موجوده يعني. التحضير لبطوله او لمباراه النهائيه بيبقى ازاي مختلف ليكوا كلعيبه؟ يعني انت فاكر ايه من التحضير والمعسكر وخلاص بقى اجواء المباراه النهائيه؟ هو كل الكلام كان طبعا ان احنا نهدي المباراه او نهدي البطوله للجمهور والشهداء يعني. كل بصراحه كل اللعيبه يعني ما بقولش كده وانا يعني عشان على التلفزيون لا فعلا اللعيبه كلها ما كانت شغله بالها خالص غير ان احنا نحقق البطوله عشان نسعد الجمهور ونهديها للشهداء. كان وقتها الكابتن حسام هو اللي مسكنا. قد ايه برده كان بيحفزنا في النقطه دي. مجلس اداره برده كان بيحفزنا في النقطه دي. ما سالناش على فلوس ما سالناش على مكافئات. ما تركيزنا كله في ان احنا نوصل النهائي ازاي ونجيب البطوله. فاكر استقبال الجمهور ليكم؟ ده لا انا عايز اقول لحضرتك بقى ان احنا واحنا في المباراه قد ايه كنا احنا في لعيبه مثلا يعني انا اول مره مثلا كنت العب نهائي. كان في لعيبه الجمهور كان مستغرب والاعلام ازاي مجموعه اللعيبه اللي كانت موجوده بره دي زي مثلا متعب بركات وبوتريكا وسيد معوض ازاي اللعيبه دي موجوده بره وقدرت برده بمجموعه لسه اول مره تلعب نهائيات وتحقق البطوله. لا كنا جيل يعني جيل قد ايه مركز قوي وعنده يعني زي ما عنده مسؤوليه عنده مسؤوليه في ان هو يحقق البطوله. وده اللي خلينا كسبنا البطوله كل الظروف اللي فاتت دي. يا رب يا كابتن نحقق الفرحه دي من تاني ان شاء أكيد الله أكيد طبعاً. ونعيش الفرحه دي من يا رب جديد يا رب. وبشكر حضرتك انك كنت معايا النهارده طبعا. بشكرك طبعا يا ساره ويا رب ان شاء الله زي ما قلت لك قبل الحلقه ان احنا نيجي الجمعه ان شاء الله الجايه ونحتفل بالبطوله. بطوله غاليه جدا. اتمنى طبعا من كل اللعيبه باذن الله تبقى في حالتها طبعا بتمنى الشفاء طبعا لوليد سليمان طبعا يعني صديق العمر طبعا. ان شاء الله يعني كلمته بخير يعني ان شاء الله يبقى قوه ضربه برده في المباراه. بشكرك وبشكر كابتن النادي الاهلي
اتاحت لي فرصه ان انا ابقى موجود معاكي، واتمنى يا رب ان شاء الله يعني الرساله الاخيره برضه لجمهور الفيوم، اتمنى كل الداعمين يبقى موجودين معانا. نادي طميه، نادي طميه بيمثل الفيوم، اتمنى من كل الداعمين يقفوا جنب النادي نحقق الهدف اللي احنا جايين ان شاء الله. واحنا نتمنى لك طبعا كل التوفيق يا كابتن، وبشكرك على وجودك معانا، نورت بيتك، وبشكر حضراتكم كمان على المتابعه. بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.